مرحبا بكم في هذا اللقاء الحميمي مع جريدتكم الموقرة. فارتأينا أن نلتقي مع الجمهور الواسع، الجمهور المغربي والجمهور العالمي الذي يشارك دائما معنا في مهرجان الدار البيضاء الدولي للضحك. والجميع يعلم على أن هذه الجائحة التي أتت هذا السنة قد غيرت مجموعة من معالم الحياة الإنسانية في جل الدول. فارتأينا أن نلتقي مع جمهورنا الذي يحب الضحك والفكاهة هذه السنة، أن نلتقي معها في حلة جديدة وبطريقة أخرى. فالطريقة ستكون هي التواصل مع جمهورنا عن بعد، لأن كما يعلم الجميع لا يمكن أن نلتقي في فضاءات مغلوقة كالمسارح والفضاءات الأخرى. وسنحاول يعني بالإمكانيات المتاحة لنا ومع مستشهرين ومع جميع من يساهم معنا في إنجاح هذا المهرجان الذي وصل إلى دورته 16 في إنجاح هذه الدورة. وستكون مجموعة من التظاهرات الجديدة التي سنحاول أن نتواصل بها مع جمهورنا، كصبيحات للأطفال، كالتواصل مع الناس، مع المكفوفين، يعني هذا شيء جديد بالنسبة للمهرجان، ومع الفكاهيين الشباب ومع الفكاهيين المغاربة وتكريم مجموعة من الفكاهيين، وكذلك مع الفكاهيين الموجودين بفرنسا، ببلجيكا، بروسيا، بالصين وبالدول العربية وبأفريقيا. أظن على أن حلة المهرجان ستكون إن شاء الله حلة جديدة وحلة تليق بهذا الوباء الذي حل بالعالم. ونتمنى أن يكون الضحك والفكاهة تأتي لنا لكي تدوب هذا التفكير ولا هذا المزاج الكوروني الذي يجتمع على صدورنا. ونتمنى كذلك من جميع الشركاء أن يكونوا معنا في هذا الموعد، كمجلس مدينة الدار البيضاء، كولاية الدار البيضاء، كجامعة الحسن الثاني تكون كذلك معنا في هذه التظاهرة، كلية الآداب عين الشق كذلك، مركز الثقافي الروسي، المركز الألماني، المركز الفرنسي، وكذلك جميع الشركاء ومن ضمنهم كذلك المركز اللوسيبي الذي دائما يساند المهرجان. وأتمنى للجميع أن تكون فرجة ممتعة، ومرحبا بكم في مهرجان الدار البيضاء الدولي للضحك الذي سيكون في الأسبوع الأول من شهر أبريل. وتحية لكم وتحية لجميع الإخوان الذين يشاهدوننا. السلام عليكم. كخريج جامعة الحسن الثاني وعضو بجمعية أصدقاء وخريجي جامعة الحسن الثاني للثقافة والفن، كيف ما كتعرفوا أن كتنظم كل سنة مهرجان الدولي للضحك. استقبلنا الحمد لله فنانة على المستوى المحلي والمستوى العالمي، وكانت الحمد لله النسخ دازت، وأننا كنشرفوا على أن الطلبة يتعلموا مهارات، بالعلم أنهم كيتعلموا مهارات أكاديمية بالجامعة، ولكن كاين واحد المهارات اللي هي غير ملموسة، هي مهارات لينة، منها تواصل، فن الخطابة، تحدث أمام الجمهور. هما هذه المهارات كنتعلموهم من خلال واحد الفريق، حقيبة الضحك، اللي احنا كننتميو ليه وكننتميو لجمعية أصدقاء وخريجي جامعة الحسن الثاني للثقافة والفن. الحمد لله شرفوا معنا شركاء واللي كيدعمونا، ونتمنوا من الله ان شاء الله حتى على مستوى الجامعة وهذا تكون واحد الشراكات وتكون واحد الالتفاتة لمجموعة النسخ ان شاء الله اللي جاية. كنتعاملوا مع الطلبة، الحمد لله كاينين مشاريع اخرى مع سواء المكفوفين ان شاء الله اللي غنفتحوا على هذا المشروع مع ذوي الاحتياجات الخاصه. والحمد لله احنا من خلال التمارين، وعن دابا بالنسبه لزمن كورونا، فاحنا عن بعد كنتواصلوا مع الفريق لحقيبه الضحك لانجاز التمارين خصوصا في المسرح والتواصل. وان شاء الله نتمنوا من الله هذه النسخه تكون نسخه استثنائيه في زمن كورونا، تكون عن بعد، والضحك يجمعنا في زمن كورونا. فهذه ان شاء الله تكون فرصه للالتقاء بكم في بدايه ابريل.